احفظ يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البر اليتيم مريم قديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. Τι σαν του κράτος που σε συνεβασινία και δύναμης και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. ينزل مثل الندى على الجزة ومثل القطر القاطر على الأرض. خالصنا يا ابن الله يا من تجسد لأجلنا لنرات لك هللويا. لقد قدس العلي مسكنه الله يأتي علانية إلهنا لا يسكت. خلصنا يا ابن الله يا من تجسد لأجلنا لنرد لك هللويا. يشرق في أيامه العدل وكثرة السلام. خلصنا يا ابن الله يا من تجسد لأجلنا لنرى لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دار الدائرين أمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائت لقد اقتبلت أن تتجسد لأجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وسلام. أيها المسيح إلهنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس. خالصنا تكريو ضيثوما إرغي عليسو. أضب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك الإله الصالح والمحب البشر ولك نرسل المجد
أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. آمين. يكون اسمه مباركا مدده. اليوم رسو خلاصنا وعلى السر الذي منذ لأن ابن الله يصير ابن العذراء وجبرائيل يبشر بالنعمة فلنتفنى نحوه قائلا نحو والدة الإله قائلا السلام عليك يا ممتلئة النعمة الرب معك. مبارك اسمه إلى الدهر وإلى دهر الداهرين. اليوم رسو خلاصنا وأعلن السر الذي منذ الدهور لأن ابن الله يصير ابن العذراء وجبرائيل يبشر بالنعمة فلنتوفنا نحن أيضا معه نحو والدة الإله قائلين السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. صوفي Evangelii.
السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. قدوس لا ديلا
تأخذ كرمتي وأسلاك ألاتي يمينك رصادها لسنين عديدة يا من السماء وانظر وتأخذ كرمتي وسلاحي
أراضي يمينك ورصادك لسنين عديدة يا الطباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسارع مع فلسطين سوريا والعربية وعبر الأردن وقال الجليل صهيون المقدسة أبانا وبطريركنا لتكن سنو عديدة الأب الأقدس الطوباوي الجزيل الاحترام المقام من الله بطريركا على المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقال الجليل وصيون المقدسة فلتكن سنوه عديدة فنادك تصل كلية الطور والجزيل الاحترام المقام من الله متروبولية على مطرانية فيلادلفيا المقدسة وتوابعها المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة أبونا وراعينا
لتكن سنو عديدة. بنديكتوس الكلي الطوبى والجزيل الاحترام المقام من الله متروبوليتا على مطرانية فلادلفيا وسائر الأردن المتقدم في الرئاسة والمتصدر في السيادة أبونا وسيدنا لتكون سنه عديدة. تعظم نفس الرب لأنه نظر إلى تواضع أمته. فصل بالرسالة القديس بولس الرسول إلى العبراني. يا إخوة إن المقدس والمقدسين كلهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا. سأخبر باسمك إخوتي وأسبحك في الكنيسة، وأيضا سأكون متوكلا عليه، وأيضا هانذا والأولاد الذين أعطانيهم الله. إذن إذ قد اشترك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو كذلك فيهما لكي يبطل بموته من كان له سلطان الموت أي إبليس ويعتق كل الذين كانوا مدة حياتهم خاضعين للعبودية مخافة من الموت فإنه لم يتخذ الملائكة قط بل إنما اتخذ نسل إبراهيم فمن ثم كان ينبغي أن يكون شبيها بإخوته في كل شيء ليكون رئيس كهنة رحيما أمينا في إيمان الله حتى يكفر خطايا الشعب لأنه إذ كان قد تألم مجربا فهو قادر على أن يغيث المصابين بالتجارب.
الحكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطائر. ويل لك يا رب المجد. في ذلك الزمان حبلت إليصابات امرأة زخرية فاختبت 5 أشهر قائلة هكذا: صنع بي الرب في الأيام التي نظر إلي فيها ليصرف عني العار بين الناس. وفي الشهر السادس أرسل الملاك جبرائيل من قبل الله إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود واسم العذراء مريم. فلما دخل إليها الملاك قال: السلام عليك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فإنك قد نلت نعمة لدى الله، وأنت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هكذا سيكون عظيما وابن العلي يدعى، وسيعطيه الرب لله عرش داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال: إن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها إن إليصابات نسيبتك قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا الشهر هو السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس أمر غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: ها أنا أمة للرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها. Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαρία, με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα, και εις ήλθεν εις οίκον Ζαχαρίου, και εις πάσα το την Ελισάβετ. Και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής, και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: ευλογημένη η εν γυναίξη, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου προς με, η δούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστέψασα ότι έστε τελείως της αναλυμένης αυτή παρακυρίου, και είπε Μαρία: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ό,τι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα από του νυν
μακαριούς ημέ πόσεγενε, ότι επί σε μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριά στην αυτή ως ημίναστρη Κακουλαχίνιν, νουρσιλούλα καλμάς, τα γιουχαλά που αλλιπνα ρούχουρ κουντούς, αλλά να κουλαβάνιν, ουίλα τα χρέτα χειρίν. Αμήν. Ο Θεός λάστη τιμή το αμάρτωμα. Yeah.
ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دار الدار
الطاهرين جميعكم وجميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة المحتفلين في هذه الأعياد الشريفة مع نسائهم وأولادهم مع مقدمي هذه القرابين والذين قدمت من أجلهم أحياء وراقدين مع هذا الشعب الواقف ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. رياستك أنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين. Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, των αδελφών ημών Αρχιερέων, Ιερεύων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων, Μοναχών και Μοναζουσών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Κωνσταντίνου ιερέως μετά των τέκνων και εγγονών αυτού, Πέτρου ιερέως, πρεσβυτέρας τέκνων και οικείων αυτού, Ειρηναίου ιερέως, πρεσβυτέρας τέκνων, γονέων και αδελφών αυτού, Ψάρα διακόνου, διακονήσεις, γονέων αδελφών και συγγενών αυτού, Αντύπη ιερέως, Νεκταρίου ιερομονάχου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, του πανιέρου ναού της Αναστάσεως και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν και Πανηγυρήν ταύτην και των δούλων του Θεού, ψάρα διακόνου, ψάρα, 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 νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατριάρχη Θεόφιλος, ουα τζαμία ηλχουά την αμπιλ μασίχ, τζαμία κουμα τζαμία εν μασίχιν αλμπάστην ορθόδοξιν, αλμαουτζοντίν αφιλχά δικέλ κανείς έλμου κάντασα, μάνης άηχιμ, ουλάντιχιμ ουκαλά ουμουρατιλίνα, γιάθκουρου ραμπουλιλά, φιμαλακού τυχή κουλαχίνιν, αλλά να κουλαβάνιν, ουιλαντά χρήντα χειρί. Ιεροσύνης, Ιεροσύνης και Ιεροδιακονίες. Θεάσα τα κανότητα καλή, έδωκο ρόμπλ ηλά, φι μαλακούτε σεμάου, κουλαχήν, αλλά να κουλαβάνιν, ουιλαντά χρήντα χειρί, να μην. Θεάσα τα κανότητα καλή, έδωκο μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των αηδήμων Πατριαρχών Ιεροσολύμων, Ανθίμου Πολυκάρπου, Αθανασίου Κυρίλου Προκοπίου Ιεροθέου Νικοδήμου, Γερασίμου Δαμιανού Τιμοθέου Βενεδίκτου και Διοδόρου των αηδήμων Πατριαρχών, Αριστοβούλου Κωνσταντίνου και Σιλβέστρου των αηδήμων Αρχιερέων, των αηδήμων Προκατόχων ημών, Αρχιεπισκόπων Γάζης, Μητροπολιτών Φιλαδελφίας, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων πατέρων και αδελφών ημών, πάλετε και επεσκάτων, και τον δούλο του Θεού, Ελένης Πρεσβυτέρας, Γουάρντε Πρεσβυτέρας, Σάρα, Ιακώβου, Ουτζονή, Φαρίντε, Φουάτ, Αΐσα, Σάρα, Παναγιώτου Αποστόλου Νικολάου, Ιμπραήμ, Ιμπραήμ,
Μάριαμ, Μάριαμ, Σαλίμ, Σάλεμ, Ψάρα Ιερέως. Και όνε μνημονεύσε μεν εν τη Αγία και Ιερά προθέσει τεθνεό των αδελφών ημών. Ιακδούρα πουλιλά, φημαλακού τυχή κουλαχήνιν, αλλά να κουλαουάνιν, ουίλα τα χρήτα χειρί. كل أيام خدمتنا رئاسة كانوتك كان يذكر رب الله في الموضوعة إلى رب نطلب كيريا إلى يسوع الذي هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى رب نطلب يا رب من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى ربنا اطلب يا رب ارحم أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من ربنا سال استجب يا رب سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا منا ربنا استجب يا رب غفرانا خطايانا واصف عن ذنوبنا منا ربنا استجب يا الموافقات لنفوسنا وسلام العالم منا ربنا استجب يا رب ونقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة منا ربنا سارس مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرغوب نسى وراس خكيري بعد ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة الكاتولية مريم سلام الله وجميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله
Μαρούχη καρπούλη κουτσουχού ασάλεχου αλμουχή. Αλλά να του λεώνει που είναι το τρίτο χειρί. حتى نعترف باتفاق مقر. أحبك يا ربك فاتي الرب ثباتي لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين. لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة يسوع المسيح ومخابة لك يا الأب والسركة روح القدس لتكون مع جميعكم ومع لي أبن
ثالوثا متساو في واتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 الرب صباوت ملانة نسامة والأرض من مجدك أصعد في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب أصعد في الذي يكسر من أذيكم لمغفرة الخطايا اشربوا من هذا كلكم أذقوا دمي الذي للعهد الجديد الذي يخرق عن كثيرين لمغفرة الخطايا ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησόν με. Αλλά ότι λάκα μην μόλακα νουκα δήμου καλάκα αλλά κουλήσα ιε βαν μην ζήχατη κουλήσα سيدتنا والدة الإله أدائمة البتولية ماريا ذي غبون
استبشري أيتها الأرض بالفرح العظيم وسبحي يا سماء شفاه المؤمنين فلترني من لها بصوت ما لا بدون صمت هاتفا عن سرور السلام عليك يا ممتلئة Πατρός και Πατριάρχο ημών Θεοφίλου, όλ χάρισε της Αγίας Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κύριε Ραμπών, να πάνε ώρα εις κάνα την άβαινε δικτός, ο Άβουλ κανά εις ικαλ μουκαντασά, μπισαλάμεν σαχίχαν μουάφαν μουκαρλαμα μαδιαϊάμ, وصلا كلمة حقك باستقامته إن نبيك فاتا والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميع الناس جميعهم وجميعهن ولتكن مراكم اجلك الذي مخلصنا يسوع المسيح مع روحك ايضا بعد ذكرنا جميع القديسين ايضا وايضا بسلام الى ربنا اطلب المكرمة التي قدمت وقدست إلى ربنا اطلب من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبله على مذبح السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى ربنا اطلب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا يسوع
أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة أرى ربنا سال استجب يا رب ملاك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من ربنا استجب يا رب غفران خطايانا واصف عن ذنوبنا من ربنا استجب يا رب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم إلى ربنا استجب يا رب نقضي أغابر زمان حياتنا بسلام وتوبة منا ربنا سال أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرؤوف ربنا سال بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الليلة نشر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدانين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير ملاك الملك والقدرة والمعزة الأب والابن الروح القدوس الآن وكل وان وإلى آخر الدهرين ton pneuma ti su ilahni rosana lera ki ria binamati wa rafat ibnika alwahid wa mahabbatih lilbashar الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدسه الصالح والصانع الحياة الآن وكل وان وإلى دار الداهرين بارك يا لقد اختار الرب صهيون
وارتضاها مسكنا له. الذين أن أولهم وأمن يا رب أن هذا هو دمك الكريم بعينه وجسدك الطاهر رب شركة في عشائك السرية على الناس نعطي في شكل أدائك ولكن في الهدى.